الأستاذ صبحي الحفناوي المنسق العام لجمعية صناعة الدواجن. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. يعني اسمح لي، إذا كان هذا القرار بقاله سنة وشهر ونص، يعني إيه اللي تأخر؟ إيه سبب تأخر إدماج مزارع الدواجن على رأس أولويات المستفيدين من قرار الإعفاء ده، وإحنا بقالنا دلوقتي 8 أشهر بنلطم في موضوع الأعلاف وأسعار الفراخ وأسعار البيض، وشوية وهنفرج، وشوية بعد ما أفرجنا ما معناش فلوس نفرج تاني، والصويا متعطلة والعلف متعطل؟ أستاذ إيهاب اسمح لي في البداية أن أنا أحيي حضرتك وأحيي كل السادة المشاهدين. ألو؟ أنا بسمع حضرتك يا فندم، اتفضل. اتفضل. دلوقتي فيما يخص القرار اللي هو الخاص بإعفاء مزارع الدواجن لمدة 3 سنوات، وهو أرجع بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/22. يعني المنشآت اللي فيها مزارع دواجن مش هتدفع ضرائب عقارية، واللي دفع هيسترد؟ واللي دفع هيسترد. تمام، كويس خالص. اعتبارا من 1/1/22 حتى 31/12/24. تمام. بمعدل 3 سنوات. لكن خليني يعني كلام حضرتك محترم جدا فيما يخص الإفراجات وفيما يخص الأعلاف وارتفاع صناعة وارتفاع أسعار الدواجن في الوقت الحالي. اسمح لي يعني إن أنا في البداية أوضح نقطتين في منتهى الأهمية. اتفضل يا فندم. النقطة الأولى أن أسعار الدواجن مرتبطة بالتكلفة. اليوم يعني في مثلا فيما يخص الإفراجات وفيما يخص مدخلات الإنتاج اللي هي خاصة بالأعلاف، عايز أقول لحضرتك النهاردة إن سعر الذرة الصفراء تجاوز 16,000 جنيه. عايز أقول لحضرتك كمان إن طن الفول الصويا اللي هو بيسموه كوز بفول الصويا اللي هو 46% تجاوز 31,000 جنيه. هذا بيشكل عبء كبير جدا على كل منتجي الدواجن في تكلفة كيلو الفراخ الحية في المزارع، وبالتالي لا ننتظر في الفترة القادمة إذا لم تتدخل الدولة في السيطرة على ارتفاعات المستمرة في الأعلاف اللي هي بتمثل 75% من تكلفة الفراخ الحية في المزارع. إذا لم تتدخل الدولة بشكل أو بآخر، وانا اقول لحضرتك ما تم الاتفاق عليه. اللي تم الاتفاق ان تتدخل الدولة بطرح مناقصات لاستيراد الذرة الصفراء، وتم الاتفاق على مناقص يعني حوالي 110 طن، منهم 50,000 طن من رومانيا و 60,000 طن من امريكا عن طريق هذه السلعة التموينية، لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ. وأنا عايز أسألك على حاجة يا أستاذ صبحي، يعني اتفضل. إلى متى تظل الدولة تتدخل بمنطق زيادة المعروض دون المساس بالأسعار اللي موجودة في السوق؟ يعني أنتوا كجمعية لصناعة الدواجن ليه ما تطلبوش بإعلان ونشر سعر عادل للعلف والصويا والذرة وكيلو الفراخ إزاي بالعظم ومن غير العظم؟ يعني أنا بحيي حضرتك على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا في حضرتك. بس يعني صناعة الدواجن هي صناعة القطاع الخاص في المقام الأول. كويس. ثانيا أنا عايز أقول لحضرتك إن يوجد بورصة معطلة، بورصة الدواجن الرئيسية في بنها في محافظة القليوبية، تم إنشائها سنة 2001. هذه البورصة تم تعطيلها بعد أحداث 25 يناير 2011، ليه بقى؟ وما زالت معطلة حتى الآن. ليه؟ بقالنا 12 سنة لو في بورصة هيبقى السعر بتاع القطاع الخاص سعر عادل. احنا طالبنا مرارا وتكرارا بإعادة تفعيل بورصة الدواجن، اسمح لي ان انا اقول لحضرتك، من 2019، وتم عقد اجتماع عاجل بعد مطالبتنا وإلحاحنا في الطلب بإعادة تشغيل بورصة الدواجن في بنها البورصة الرئيسية. حصل اجتماع بين معالي وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتم الاتفاق بالفعل على إعادة تفعيل بورصة صناعة الدواجن الرئيسية في بنها حسب المعطيات الجديدة. يعني يتم تكون بورصة إلكترونية ويكون ليها يعني في حسب
اخر احداثيات، لكن للاسف من 2019 من 4 سنين ذهب. نعم من 4 سنين. يبقى اذا الذره السويا الاسعار الضربه دي البورصه ايه تاني حضرتك قلت لي حصل اجتماع وما حصلش فيه حاجه؟ انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي تم الاتفاق على اساس ان هو يكون تتدخل الدوله عن طريق وزاره التموين او هيئه السلع التموينيه بوزاره التموين موضوع انها تعمل صفقات لاستيراد الذره. انا لحد دلوقتي ما فيش ذره نزل. طب هل في طلبات تاني لحضراتكم رئيسيه يعني عموميه كده؟ حضرتك انت ما انا اقول لحضرتك هي المعادله بسيطه جدا، المعادله السعريه انت حضرتك النهارده في عندك تكلفه وفي عندك النهارده مواطن وفي عندك منتج، يعني هم دول ثلاث اضلاع. لكن ما يتحكم اسمح لي بس اقول لحضرتك في الجزئيه دي، النهارده اللي بيتحكم في اسعار الخامات هي مجموعه معروفه وكل الناس بتتكلم عليها، وتم عقد اجتماع مع دوله رئيس الوزراء معاهم ومطالبتهم بان يكون في شفافيه في اعلان الاسعار. يعني انا عايز اقول لحضرتك العلف العشرة المعروفين الكبار دول بالظبط. انا اقول لحضرتك سعر الذره اللي تم الاتفاق عليه في هيئه السلع التموينيه 332 دولار وصل الموانئ المصريه، معنى كده ان الذره بيتكلف في حدود 10,000 ونص، فكيف يباع ب 16,000 ونص؟ شكرا يا فندم، بشكرك جدا استاذ صبحي الحفناوي. يعني اسمح لي كمان يعني في ثانيه. نفس الموضوع يا استاذ ايهاب في الصويا. الصويا النهارده تكلفتها النهارده في حدود 17-18,000 جنيه، بيتباع ب 23 31,000 31. ما عشان كده بقول لك يتم نشر هذا السعر العادل عشان الناس تطالب اللي في النص إذا دول. اذا تم السيطره على اسعار المدخلات تاكد ان اسعار المنتج النهائي سينخفض للمواطن المصري. بشكرك. اذا لم يتم السيطره سترتفع الاسعار اكتر. النهارده الفراخ النهارده الحيه في المزارع من 78 الى 80 جنيه، يعني للمستهلك من 90 الى 92 جنيه كيلو الفراخ الحيه. بشكرك جدا استاذ صبحي الحفناوي المنسق العام لجمعيه صناع الدواجن المصريه. والحقيقه يعني انا تعبت من كتر ما بقى اناشد الدوله والحكومه بالتدخل في الاسعار الوسيطه اللي ما بين المنتج وما بين المستورد. يعني حاجه صعبه قوي. اتفضلوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.